السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم بريوات بالخضار اللي كيجيو أكثر من رائعين، نتمنىكم تجربوا. بالنسبه للمقادير ديال الحشو ديال البريوات، عندنا زلافه ديال القرعه الخضراء او الكورجيت اللي قطعناها على هذا الشكل، عندنا زلافه ديال الجزر اللي قطعناه حتى هو على هذا الشكل، عندنا جوج فلفلات حمرين قطعناهم رقاق، يمكن لكم ديروا الصفراء وديروا الحمراء، وعندنا زلافه ديال البصله اللي قطعناها حتى هي رقيقه. قووا البصله حيت البصله هي اللي كتبنى الخضره، وعندنا شويه ديال الربيع، وعندنا ملعقه كبيره ديال سكنجبير طري اللي حكيناه، جوج فصوص ديال الثومه اللي حكيناهم، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، شويه ديال الملح وزيت الزيتون، وعندنا الصوجا. وهذا هو السر اللي كيعلق لينا البريوات. عندنا الفرماج مربعات الكميه اللي بغيتو، انا غندير ربعه، وعندنا البيض حتى هو الكميه على حسب الخليط. غناخذ واحد المقلاه اللي غندير فيها زيت الزيتون، غندير كميه كثيره باش تطيب لينا الخضره، وغناخذ البصله ديالنا، وغندير سكنجبير طري، غندير الثومة، وغندير شوية البزار، وغندير الملحة، الملحة على حسب كل واحد والذوق ديالو، وغادي نخلط الخليط. غنخلطوا الخليط ونخليو البصله حتى تطيح لينا شويه، عادش غنزيدوا الفلفله. هاد البريوات راه كيجيو لذاذ بزاف البنات، غير جربوهم سيرتو ملي كنديروا ليهم الفرماج والبيض، كيجيو معلكين ما كيجيوش ناشفين. بعد ما طابت لينا البصله تقريبا نص طيبه، دابا غادي نزيدو الفلفل ديالنا. كنديروا الخضره اللي كتشد طياب هي الاولى، وكنخليو الخضره اللي ما كتشدش طياب هي الاخرى، بحال الفورجيت والجزر. الفلفله شويه، دابا غنزيدو الجزر. بعد ما طاب لينا الجزر شويه، ما نطيبوش بزاف، يعني ما نطيبوش الخضر بزاف، دابا غنزيدو الكورجيت القرعه الخضراء.
نديرو الصوجه بعد ما درنا الصوجه دابا غنديرو الربع ديالنا كنخليه هو الاخر ونخلطو غنخليوه طيب غير شويه صافي ونطفيو عليه ونخليوه حتى تبرد بعد ما بردات لينا الخضر ديالنا دابا غنزيدو الجبن هذا هو السر اللي كيعلق لينا البريوات ديالنا انا درت ربعه نتوما الكميه اللي بغيتو ديروها كنخلط هذا الجبن مزيان مع الخضر كيجيو لذاد هاد الخضر غير جربوه البنات الخضره الا بقى فيها الماء ما تصفيوها ديروها في شي باسوار وخليوها حتى تنشف اكثر من هذاك لاصوص دابا غنزيدو بيضه غادي نزيدو بيضه وغادي نخلط هاد البيض وهاد الجو الفرماج كيعلق لينا هاد البريوات ملي كنديرو البيض والفرماج هذيك الساعه كنعمروا البريوات ديالنا ما كنخليوش هاد الحشوه تبقى غنخلطوا الحشوه مزيان صافي وغنبداو نعمروا فيها دابا عندنا الورقه الكبيره غادي نقطعوها باندات على هذا الشكل ندهن الورقه ديالنا بالزيت وغندير شويه ديال الحشوه وغادي نلوي البريوه دائما الجهه الحرشه كتكون الفوق وكنقطعوا الجوانب بالمقص وكندهنوا شويه البريوه بيض ديال البيض وكندخلوها بالنسبه لابانيغ عندنا البيض وعندنا الدقيق وعندنا لا شابلور كنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه في لا شابلور باش كتنسم لينا دوك البريوات بغيتو ما ديروش لا بانير بلاش تقليهم عادي ولا تدخلهم الفران كنديرهم في الدقيق هو الاول غندوزهم في البيض ونخليهم حتى ينشفوا باش نلصق لينا لا شابلور وما يترونوش لينا بعد ما نشفو لينا دابا غندوزهم في لا شابلور بقاو مستمرين على هاد الطريقه تنكملو كلشي البريوات
ما بغيتوش ديروا ليهم لابانيا وبلاش؟ بعد ما فليناهم درناهم في زيت تكون سخونه، ملي كنديروهم يتقلاو كنخفضوا الحراره، كنخليهم حتى كيتحمروا وكنقدموهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا بعد ما طابوا، لي زينتهم بلي بيبيت لي درت فيهم الهوت صوص. نتوما اي صوص عندكم ديروا اللي كيعجبكم، تقدروا ديرهم شيلي صوص، تقدروا ديرهم صوص باربيكيو، ولا اي صوص عندكم ديروهم، وماشي ضروري ديروهم، تقدروا ديروهم تقدروا ما ديروهمش. هاد لي بيبيت راه كيتباعوا عند مول لوازم الحلويات.